بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هذا مخيريق من الأعلام أصيرين بني عبد الأشهل. نحن مر معنا لما ذكرنا سؤدة سعد بن معاذ رضي الله عنه أن بني عبد الأشهل لم يبق منهم أحد إلا أسلم بعد أن أسلم سعد، إلا أصيرم هذا أبى أن يسلم. ثم قبيل أحد بقليل أسلم وشهد أن لا إله إلا الله ودخل المعركة، ثم إنه استشهد ولم يركع لله ركعة، فقال عليه الصلاة والسلام: عمل قليل وأجر كثير. من هنا نعلم أن الله يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأعظم ما يمكن أن يطلبه المؤمن من الله الثبات على الدين والخاتمة الحسنة. هذا يسلم قومه قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عند البيعة العقبة الأولى، أي قبل القدوم بعام أو عامين، ومعركة أحد في السنة الثالثة، فمكث 5 سنين. 5 سنين سبقه غيره إلى الإسلام. ثم أسلم لبرهة من الوقت يسيرة قبيل أحد وجاهد، فختم الله جل وعلا له بخير. فالإنسان إذا رأى مثل هذا يسأل الله الثبات. وفي الحديث: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومن تأمل أحوال الناس المعاصرين رأى شيئا كثيرا في هذا، كيف أن الله جل وعلا يفي على بعض عباده بالتوبة.